10 مليون جنيه عند وسيم السليطي، مين ممكن يزود؟ 20 مليون جنيه. ايه ده 20 كتير؟ 20 مليون جنيه. انت بتعمل ايه يا بسيوني؟ انا قلت لك هنزود لما حد يقدر يزود علينا. ايوه، ما هو الراجل سأل حد ممكن يزود، احنا ممكن نزود، احنا معنا فلوس. يخرب بيتك يا بسيوني، انا كده محتاج الفلوس بتاعتك انت والشويكار بقى دي بيستوكوا كده شركه معايا في الفندق، حسبي الله ونعم الوكيل. بقول لك ايه، لعبه المزادات دي ضيعت مني ظهرة شبابي، انا عشت فيها من ايام الغزولي بتاع فيلم الفتوه. انسى بس بس بس. عجباني شلتك يا عم، اتفضلهم خدهم كلهم وسيب لي اسراء وسيب لي السيجار ده، انا اتعصبت. خد هات. الاونا الا دوي الا تري، مبروك يا وسيم يا سريتي. الف مبروك يا حبه، ولا اقول لك يا مستر اونر؟ لا قولي لي يا بيه بقى، انا الراجل عمال ادفع له بالملايين وما سمعتش منه ولا كلمه حلوه. هنعد الفلوس وهنسلم حضرتك حالا. احنا كده معانا اول فندق في ايسو. ها ايسو واحد معانا. هتمسك السكيورتي. احنا خلاص عدينا الفلوس، اتفضل يا سيدي. طب قول لي اتفضل يا بيه، احترمني على الاقل. ده انا وفرت لك وقت كتير جدا، ده انت كنت هتوصل ل 20 مليون دول في يجي 10 ساعات. بس عموما يا سيدي معلش، مش وقت شاي، احنا مستعجلين. ليه يا حب ما نشرب؟ ايه المشكله بفلوسنا؟ ما احنا دافعين. انا هاخد فنجان لو سمحت. وانا عايزه فنجان شاي سليه سكري. وانا كمان محتاج فنجان. والسكر اللي تشيله من عندها حطه فنجاني، ولو انه بيرفع لي الضغط. وانا كمان هاخد فنجان مع ان بسيوني بيرفع لي الضغط. اهم حاجه بس حضرتك دلوقتي بس تجيب العقد وتخلصني. مفيش عقد يا فندم، وفناجين ايه؟ الطقم كله بتاعكم. ربنا يخليك، تسلم ربنا. تصدق انا من شويه كنت فاكرك جيت. والله العظيم. والله يا فندم بتكلم بجد، الطقم كله بتاعكم. انت مش عارف ترجعت جيت في ثانيه ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني، انا مش قريك قوي معلش. ما ده الطقم يا فندم اللي كان عليه المزاد. عجباني صدمتك. والنبي بقى مش وقت اعجاب حضرتك بيا خالص، انا مش فاهم اي حاجه. مزاد ايه وعقد ايه؟ انا عايز العقد بتاعي. لا انا ماليش فيه، انا عايزه النص نفر بتاعي. نص ايه بس يا شوكار؟ دلوقتي مش فارقه دلوقتي لو سمحت، انا جاي هنا عايز العقد بتاع الفندق. حضرتك قصدك مزاد الفندق؟ لا ده في القاعه اللي جنبنا. ايه يعني احنا دخلنا قاعه غلط ودفعت 20 مليون جنيه في طقم فناجين؟ لا يا فندم، ده مش طقم عادي، ده الطقم بتاع الملك. يعني ايه طقم الملك؟ حضرتك لو سمحت تصرف، الغيلي الديل ده بسرعه. ازاي يا فندم وتخسر فلوس التامين؟ مبلغ التامين صح، كم مبلغ التامين ده؟ 20,000 جنيه. ده انت خاتب بجد؟ انت عايز نخسر 20 مليون جنيه عشان 20,000 جنيه؟ الغيلي الديل لو سمحت.